هاد البلاصه بالضبط يعني اللي كيوقعوا فيها شي حوادث وشي كوارث غير طبيعيه وشي حاجه اللي ما كنتقبلوهاش حنا ولاد المنطقه، خصوصا انه كل نهار ولا تقريبا لدرجه انه كل نهار ممكن نلقاو ثلاثه ديال الحوادث، ممكن نلقاو اربعه ديال الحوادث غير السيمانه الفائته. كانوا هنا عده وفيات، تقريبا شي ثلاث الوفيات بالضبط في هذه الطريق هذه. وكما غادي نصوروا لكم راه غادي تشوف الاجزاء ديال الدراجات الناريه والاجزاء ديال السيارات وحتى الحجر فين مضروب. ما كنحملوش المسؤوليه للناس، ولكن هذا الشيء بالنسبه لنا انا غير طبيعي وخصهم يلقاو لي حل في اقرب وقت، حيت بزاف راه الشباب كيضيعوا مساكن. الاصدقاء ديالنا كنتسناو منهم يتزوجوا، كنتسناو منهم يديروا شي حاجه وكنحضروا للموت ديالهم. هذا الشيء اللي احنا عينا ما نغوتوا، عينا ما نعيطوا للناس باش يدخلوا يلقاو الحل لهذه البلاصه بالضبط. يعني بلاصه راه كارثيه بمعنى الكلمه، وراه غادي تشوف لاطراس ديال الضراب اللي كاينين، وراه غادي تشوف لاطراس كل شيء في الطريق. يعني خصهم الناس اللي مكلفين يدخلوا باسرع وقت باش انهم يديروا الحل هذا الشيء. الحادثه اللي وقعت مؤخرا يعني فيها راح في الضحيه ديال واحد الصديق ديالي اللي كان ترحم عليه الاخ اسماعيل الله يرحمه مسكين ويسع عليه. كان جاي هو وواحد الصديق ديالو وقع لهم شي مشكل وتلاقاو مع واحد الطوموبيله. كنترحموا على بعد هذاك الدري، داك الشيء علاش حنا ما بغيناش باقي شباب في عمر الزهور انهم يضيعوا. ما كيبقاو فينا، كيبقاو فينا والديهم، كيبقى يعني داك الشيء مؤلم بزاف بزاف بزاف. يعني هذا الشيء ما خصناش نسكتوا عليه حنا، الناس ديال تغازوت ولا الجهات المعنيه ما خصهمش يسكتوا على هذه البلاصه بالضبط، حيت راه حتى ولاد البلاد راه كلاو الدرا دقات هنا. كنعرفوا انا اصدقاء ديالي صحابي يعني كلاو دقات هنا خايبين، وحتى الناس البرانيين بزاف، البرانيين راه كل نهار حنا كنلقاو هنا قصيده. يعني الجهات المعنيه خصهم يتدخلوا في اسرع وقت. وهذه رساله للساكنه اكادير والزوار من مدينه تغازوت باش يردوا البال، خصوصا اش غنقول لك راه المشكل حتى الناس اللي مخالطين كياكلوها، فهمتي؟ يرد البال. تمشى بشويه عليك، ولكن هذه البلاصه بالضبط فيها شي حاجه غير طبيعيه. انا كنقول شي حاجه غير طبيعيه واخا ما كنامنش بداك الشيء، ولكن شي حاجه غير طبيعيه، حيت انا شفت حوادث بعينيا. كنشوف بنادم حتى كتقلب بوحدو، ما كاينش اللي يلاح وما كاينش اللي يدفعو، والسرعه كيتمشى بشويه حتى كيتقلب بوحدو. يعني شي حاجه هنا غير طبيعيه اللي ما مفهوماش. بالنسبه للسبب الاساسي الله اعلم، انا كنقول داك الشيء غير طبيعي، حيت بالضبط واحد البلاصه بالضبط واحد البلاصه بالضبط يعني ما كاينش لي دودان، ما كاينش شي حاجه اللي غتلوح الناس. انا براسي اقسم بالله لا. ما كاينش تريطوار عالي، كاين عندي شي تريطوار كبير في الجنبات ديال الحجر في الجنبات. هذا راه خطر كبير على الناس. يعني اللي دار حادثه راه الا داروا الربيع ممكن بعد ما يطيح في الربيع ما يوقع والو، ولكن ذاك الحجر اللي كاين تما كبير بزاف، يعني غادي يعطب شي واحد. وهذا الشيء ماشي طبيعي. انا براسي تبعت الناس بزاف ديال الناس كنتابعهم من اللور، كنشوف السيده كتقلب بوحدو في وسط الطريق. انا شفت بعيني يعني كان غادي بموتور ديالو هو يتقلب. يعني داك الشيء غير طبيعي، يعني خصهم يلقاو لنا شي حل لهاد البلاصه هادي. بالنسبه لهاد البلاصه بالضبط هي بزاف، راه غتشوف دابا هي غتشوف الاجزاء ديال الماطور والاجزاء ديال السيارات اللي كاينين هنا. اما بالنسبه للايدودان، الايدودان تاهما مشكله، حيت دايرين فيهم فواحد البلاصه اللي هابطه وكاينين في بيراج. يعني بلا ما كيجي بالسرعه وكيطلع في داك الايدودان شحال من واحد كيتقلب تما، ولكن هنا بزاف. هنا يعني حوادث غريبه وعجيبه، يعني بلا ما كيتمشى بوحدو حتى كيتقلب. يعني خصهم يلقاو الحل بس بالضبط لهاد البلاصه هادي، يفكروا مساكن في الدراري اللي كيضيعوا خصوصا في الصيف. يعني في الصيف وقت الدروه كيكونوا الناس بزاف، كيجيو بزاف البراني والناس ما مخالطينش، راه عرفتي كل نهار كنلقى جوج ثلاثه ديال القصيد هنا يوميا. الطلب ديالك للجهات المسؤوله؟ الطلب ديال الجهات المسؤوله يجيو يلقاو شي حل لهاد البلاصه بالضبط، هاد 50 متر بعدا على الاقل يلقاو لها الحل المناسب. يعني يلقاو شي حل اخر، يحولوا الطريق من هنا ولا يديروا شي حاجه، المهم يدخلوا باسرع وقت. بالنسبه للدودان وداك الشيء ما خدامش هنا في الطلاعي، وخصوصا الخلا ما يمكنش الانسان يجي يدير لي دودان وسط هنايا ويتمشى ليك 60، فهمتي؟ كيكون معول والبراجات، يعني كيكون معول على واحد السرعه كيخرج فيه دودان. يعني خصهم يدخلوا في اقرب وقت باش يلقاو الحل لهذا الشيء. بخصوص حوادث السير اللي كيتسبب فيها بشكل كبير، هما اللي كيضر بها بشكل كبير هو الدراجات الناريه، لانها غير محميه ماشي بحال الطوموبيل. الدراجات الناريه السرعه اللي كيمشي بها الشباب الله يسمح لهم انه الله يهديهم، خاص راه الدراجه الناريه دير تقدير غرض، تمشي بها للخدمه، تجيب بها قوت العيش ديالك، ماشي بالتباهي وفي الاخير انك تكون واحد ضحيه ولا واحد مأتم الاسره ديالك، رباتك صرفات عليك، وفي الاخير
كتكون واحد نقمة على الأسرة، لأنه ملي الله يحضر السلامة كتوفى كتخلي واحد الألم كبير الأسرة. فلماذا هاد السرعة؟ فلماذا التباهي؟ فلماذا فآخرها أنك كتكون ضحية من حوادث السير؟ لذلك كنتمنى من الشباب أنه يوعي شي شويه بهذه الخطوره ديال الدراجات الناريه، ويهدوهم الله يديوها في حوايج اللي هما مزيانين، ولا يستغلوا الحاجه اللي هي مناسبه. الدراجات الناريه راه دارت على اساس انها تقدر تقضوا الاغراض ديال مواليها، العمل، حوايج، يعني شحال من حاجه. لذلك كنتمنى الشباب يهديهم الله باش يقصوا من السرعه، وما يكونوا ضحيه، ما يكونوا ضحيه، وما يكونوا سبب ديال ضحايا اخرين. شنو هو السبب ديال هذه الحوادث؟ السرعه. السبب الرئيسي هو السرعه. الشباب إذا ما شت شي موتور اللي تكون فيه السرعة يعني كبيرة 125 150 راه ما يتسمى موتور. عند الشباب إذا ما كانش عنده موتور اللي تمشى 125 حتى 150 راه ما يسمي موتور موتور. ودابا عرفتي الشباب كيتباهوا الموتور إذا ما عندوش السرعة كبيرة ما غاديش يركبوا ليك. شكون اللي كياكل الدقفاش؟ هما الوالدين هما اللي كياكلوا الدقفة في هادشي. في اخر لحظة كتلقاهم يا جنازة يا سبيطار. والموتور راه كيما كيقولوا راه موت، هذاك موتور موت. اولا شكرا موقع الدار على إثارة هذا الموضوع هنا بجماعة أورير. كما كتعرف وكما كيعرف الجميع انه جماعة أورير عرفت واحد العدد ديال الحوادث سير اللي راحت اللي راح يعني واحد العدد ديال الضحايا على اثرها وفات واحد العدد ديال الشباب هنا في جامعه اورير وتغازوت وتمرغت. ومؤخرا توفى واحد جوج الاخوان يعني في تغازوت، وتوفى واحد اخر عاوتاني هنا في اورير. يعني حادثه وراء حادثه، وخاصه يعني هاد الشباب ديال اصحاب الدراجات الناريه. كما قلت لك واحد العدد ديال العوامل اللي كتخلي هاد الشباب يعني يوقعوا في هذه الحوادث السير، اغلبها يعني السرعه اللي اغلب الشباب اللي كيتمشوا بموتر يعني كيتمشوا ب 140 150 190 او اكثر. يعني كما كتشوف حاليا يعني انت يعني كتهضر في هذا الموضوع هذا وكتشوف على العدد ديال الدراجات الناريه اللي كيتمشوا بالسرعه اللي هي فائقه. وقلت لك المشكل يعني كيرجع دوك الاضافات اللي كيزيدوا لهذ الدرجه، يعني ما كيخليوهاش كيفاش كتشرى، يعني كيزيدوا في السرعه ديال الموتور وكيزيدوا في اضاءه. ومشكل اخر يعني اللي كاين هو كتلقى اغلب الشباب اللي عندهم الدرجات الناريه بدون وثائق ديالها بدون تامين، والضحايا هما الاباء والامهات ديالهم والعائلات ديالهم. فاش كيوقع شي حادثه سير كيديوه لشي كلينيك يعني كتخرجهم واحد 3 مليون 4 مليون ولا اكثر. فاش كيموت هذا الشخص هذا وكيوليو هما في مشكل مع هاد المصحات هادو اللي ما كيعرفوا الا يعني باش تخلص هاد المبلغ المالي اللي هو اللي كيوصل غالبا واحد 2 مليون حتى 3 واكثر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.